اوكي، السلام عليكم، ما قطعت مع الخرم. اوكي، هذا معاناة من معاناة مرضيك كذا. لما اصرخ اتحمس كذا يجيني ميوت لايف، حياتي تديني ميوت كذا. لا تصارخ. ما ادري كيف صرخت دوبي، قوانين الطبيعة مخبصة. يا القى ولا واحد كاتب لي الله يشافيك. الله يشافيك انت مريض، انا عشان تقول لي الله يشافيك؟ مريض بس لا تقول لي الله يشافيك كذا، انك سبيتني. لا، قول مثلا الله يعافيك، الله يرزقك الصحة والسلامة، مو بالله يشافيك. الله يشافيك انت. ازبده مقطع تاني من غير فكرة، ما في اي فكرة معينة في المقطع، بس انه عندي وقت فاضي وقلت خلني اصور مقطع وانزله، مع انه انا وقت الفاضي حقي كثير مرة، بس الوقت الفاضي هذا انه انا فاضي من الفضاء، فهمتوا؟ دائما لما اكون مشغول اجي اصور، ما ادري ليه، عندي اختبارات، عندي حاجات واجد، اجيت اصور لكم مقطع. والله اني وبرضه مريض، بس انا متخلف. وبردو ايش رايكم في اللوك حق الجديد؟ ايش رايكم كذا احمر؟ مدري كل شيء احمر، حتى البلوك اوفر لي احمر و... ايوه احمر كل شيء. خلينا ندخل اوكي، ذس از ذا فيرست جيم. على اخر مقطع اللي هو رانك سكاي وورز، اذا مت يخلص المقطع. كان المفروض انه ينزل المقطع هذاك بعدها بيوم كذا، ينزل مقطع ثاني يكون بدورز كذا حاجه، نقول لك ماك تطقطق في المقطع هذاك. بس انه في احد منكم دعا علي يقول الله يمرض حيوان، ومرت على طول، مرت ودتني الحياه كذا ميوت، ما اقدر اتكلم حرفيا. اذا تكلمت حلقي يوجعني وكذا، ما تسمع شيء، بس تسمع بس العادة تسمعه بس. فما قدرت اصور مقطع الا الان. تعرفون امتى يفيدني هذا ان صوتي يروح؟ لما نروح نستعرض قرآن، انا امرض كده وصوتي يروح ويقول لي الاستاذ خلاص روح لين ما تتشافه واستعرض القرآن، فيكون عندي مجال اكتر عشان احفظه والعب ومدري ايش. في اي بي واز في دروبات نوعا ما، بسبب انه بسبب ماني هاك. بس بنكسر الواز هذا، استعنى راسه. يا عيال بقول لكم حاجة، لو شفت طيحات وحاجات غبية زي كده، ففي شيء واحد مفسر الطيحات الغبية دي والحاجات دي كلها. اصبر خلنا نقتل ده وقول لكم الشيء المفسر للطيحات الغبية والحاجات دي كلها، انه انا رحت عند الحلاق، حلقت كده كيوي، صار راسي الحين كيوي ما عاد فيه شعر، وانا جاي في الطريق اتوقع انه جاتني نزلة برد من راس الكيوي، فالجيرتوم دخل من راسي، دخل المخ والحاجات دي، ده في حاجات غريبة، الجيرتوم هو السبب. هلو مذر برذر، ايش بو ده؟ شكله يتفرج افلام ديزني واجد. تعال اديك حلاوة، جاي للموت بنفسك، يعني الحين بتوصلني يعني احسن بريدج في العالم ده اللي قاعد تسوي. يا ولد ما هو حتى سلحفات بريدج، يا ولد ده حلزون بريدج تاني. ان شاء الله الحق الحق. الى الخارج الى الخارج ايها القبيح، تبا كم انا عبقري. طيب حسنا، خلنا نحط الحاجات دي. وبرضه نسيت اقول لكم، ما في احد في البيت. بنجي 140 حرفيا 140، لهذا السبب تشوفون ناس تلطش كذا سريع سريع تتلطش، هذا هو السبب. لو كان بنجي 30 و60 زي عيال الفلوس اللي في كندا، يا واز لو ابصير توب واحد على الماينخورد. انا اسوي التورنمنت في هاي بيكسل، اللي يضربني ضربه دي في الضربه ديك $1. ابن جدك تضربني ضربه واحده. غالبا الكائن ده حيكون حامي اوبسيدين، بس اتمنى لا ما هو حامي اوبسيدين. لا اصبروا مات. يا والله ايش دخلك انت بنت؟ اصبروا بس ابفرش الجدو. ها تتقوى علي الضعيف هنا بده اتوقع. ايوه بلو، بعدين حافظ انا بدورز، خلاص حافظ محل الجزر. الجرين جنب اليولو، والاكوا جنب الوايت، والوايت جنب البينكي، والبينكي جنب الجراي، والجراي جنب الريد، والريد جنب البلو، والبلو جنب الجرين. ايوه حافظ جدة حرفيا، ما انقلها من يمين نهائيا، انا حافظها. هلو بوي، اصبر يا عيال، اصبر بعلم جده. تحسبني ضعيف ولا ايش؟ لا انا ضعيف، انظر الى عضلاتي. اوكي انا ضعيف خلاص كل زين. هي يا عيال ده شكله اصيب بكورونا في مخه. لا امزح معاك، انت مانك مصاب بكورونا في مخك، انت مصاب بكورونا في مخك. فلتمت ايها اللعين، الموت لك، او تدري كسر بدي، انا بروح اكسر بدك ما دام انه انت يعني تجيد المصارعه ومره اسطوري في المصارعه. وانكسر بدي. لا تكفى، لا ينتحر، اذا انتحر باكل بطيخ. و يا رب ينتحر كده، ينتحر وبسر بدي كمان، انتحر بس عشان حد تبل. ما هو مرة جيد للدرجة دي، واتوقع انه الكائن ده هاك، مستحيل يكون كائن طبيعي ويضرب 10 بلوكة دي اللي يضرب منها هو.
تدرون؟ خلنا نلعبها على المضمون، استخدم اشياء في بدوارز ما حد يستخدمها، او في ناس تستخدمها بس احنا الملاوب ما نستخدمها، او انا النوب ما لا ما ودي انه اتكلم صيغة الجمع عشان ما يجيني واحد يقول انا ماني نوب، لا تقول احنا. طيب انا اصبر، تقبل الحاجة دي، تقبل لك وربي تحسب يواز برا بس. اوكي علقت اللعبة وفزت، فزت خلاص ايزي، ما هجرح له مشاعر نوب. كمان الش كمان في توكسي بوت صح، بوت جزمة. بغض النظر انه الجيم الاول كان قصير جدا، ما لقيت كلمة فقلت بقول بغض النظر، ما ادري بش بس انه الجيم الاول كان قصير نوعا ما، فبنصور جيم تاني وبنوصل المقطع 10 دقايق لاسباب مادية ومعنوية، مادية بس معنوية ما اوكي حصلنا على الشيء ده، درعم على الشيء ده، والشيء ده درعم على الشيء ده، فالشيء ده حيدرعم عليه فبروح ادرعم عليه. لساتني على سلحفات بريدج، سلحفات بريدج ضبصت فوريفر. ايش دخل فوريفر بس انه فوريفر ولا فايف ايفر؟ ها معاكم اوكي حسنا. لا 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 لا. اوكي هذا بايع جده، شكله ما يبي البيت حقه، او انه يبي البيت حقه بس انه عنده خطه. يا عيال هاك 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 وطف، كيف يضرب من 10 بلوكه؟ بسوي الاسبين جيتسو يا عيال، هذا الاسبين جيتسو حق القوه تمام، انت حتروح تشيله وانا اروح لبدك. لا هاي 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 روح له، روح تكفى شيل له، فاينلي كل فاينلي كل احسن من بيت دستراي صدقني، شفت يصدقني يا اخي، احسن واحد في العالم اذا شاله هو ريتش 100% هو ريتش تمام خلاص تاكدنا، بس انه ريتش كان ريتش على مين؟ ريتش على اوكي دمجته، اهم شيء خليته 7 قلوب وريال ريال ونص. واخذ الشيء ده اخبيه هنا لوقت لا نعلمه. اجي شفت 4 دايموند بطول شاربانيس، والله من زمان ما قلت شاربانيس، شاربانيس شاربانيس ديس قز فا شاربانيس. شاربنس بالعربي حده صح؟ لقد جعلت سيفي حادا، القبيح هذاك مات وهذا ما مات اتوقع، فجاءتك سكرات الموت. جود لك يا تقول على نفسك انا لك مره، لا امزح امزح امزح، تكفى يا حظ فلتكن جيدا، سوف اعطيك حلاوة بعد المقطع، عشان اذا قلت انا حظي اساسا حلو. يواز يواز حظي الله ابشتري لك كرتون حلاوة منبوس حلاوة واحدة، حظي احسن حظ في العالم. اوكي فبس هذا المقطع انصر لك سبسكرايب، اوكي هذا يقول لكم نو لايك، لا سبسكرايب وكومنت ولايك، واسف على السعب اللي تصير بين مقطع ومقطع كده، مثلا انزل مقطع اسحب 50 شهر وارجع انزل مقطع تاني يكون دقيقة اذا مدي خلص المقطع، هي اسف جدا على شيء ده، فان شاء الله يكون تنزيل اسبوع اقل شيء او تنزيل كده كل 3 ايام مقطع، فالوضع مزري جدا. وبرضه لقيت المتابع هذا او المتابعة هذه في احد من الايام وحبيت انه اطلع اسمه عشان يفرح كده، ايه تراس مقطع مستر سطور، وبرضه اقترحوا لي افكار تحت في الديسكربشن، وما عاد اعرف اتكلم، صوتي راح، حنجرتي تؤلمني، وبس السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم، عنا جايبين عنا حلقة جديدة من سيرفايفل يوم جد اوبسيديا، سوي بوابة النذر وبوابة النذر ويي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 ي
الحلقة وأول حلقة من مسلسل وأول حلقة في بس أول مين زوي سلسلة سيرفايفل. هذه بداية السلسلة سلسلة سيرفايفل. هلو المهم أتمنى أشوفكم الفيديو. لا تنسى اللايك والسبسكرايب وإلى اللقاء. 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 اللقاء.
السلام عليكم.